الله الرحمن الرحيم. عبر رجعت لي درناهم، كنا معاودين على هذا الماتش نديروا نتيجه ايجابيه، وما غالب ربي ما خداش. بالنسبه كانوا لي فولونتي لينا يستاهلوا 3 بوان تاعهم، وان شاء الله حنا عندنا مازال الماتش اللي تاجا، ان شاء الله نحضروا بيكم ان شاء الله. نديروا جوجنا اكوتي لا غالب ان شاء الله نعاودوهم مع تاجنا ان شاء الله. كيما ما لعبناش كيما مداري فوالا صاري هذا هو الفوتبول، فيها ربح فيها خسارة، إن شاء الله نريكتيفيو إن شاء الله الماتش الجاي إن شاء الله. مشاكل مع عمر فوالا حنا دخلنا باش نفوز المقابلة ما كتبش ربي، فوالا إن شاء الله نريكتيفيو إن شاء الله. جيزا كوتي ما كناش في نهارنا، المقابلة الجاية إن شاء الله نعاودوها إن شاء الله. هنا كنا حابين نفوزو باش نخرجوا من الوضعية هذه اللي رانا فيها، مازال الفريق أصلا مش وضعية مريحة. لا غالب ما كناش في نهارنا نساو هذا الماتش ونخدمو باش نعوضو المقابلة الجاية إن شاء الله. المقابلة اللي جايين كامل راهين يكونوا صعاب، أما إن شاء الله نفقدو الثقة في أنفسنا أما فريق نساو هذه المقابلة يعني المقابلة الجاية تاع تاجنا اللي راها تكون فريق مهمة ونقاطها مهمة إن شاء الله. اللي حنا والله ما شفت مليح لاكسيون، مي أنا قلت لك الفريق أنا قلت كامل جيزا كوتي مسؤولية نحملوها الفريق كامل. هذه هي بصحتهم اللي سماو، وحنا ان شاء الله المقابله الجايه نعاودوا ان شاء الله. اولا كانت الهزيمه هي هزيمه مستحقه كل كلمه، لان فريق تشيل بزاف تغير من الطبيعه ديال الطرف ديال الانعدام، وهذه امور اللي فشلت فيها داخل الميدان بطبيعه الحال ادينا الثمن، لان فريق تشيل بزاف معروف البلوك تاعو معروف بان صعيب باش تخلق فرص، اليوم شفنا فراغات لا في وسط الميدان لا في الكوتري، ودينا الثمن الاهداف كانت الهزيمه مستحقه. وبهذه المناسبه كنتمني فريق ديوشما على المباراه اللي داروا على الانتصار اللي احتفظ الان، تنظن بان هذه مباراه للنسيان. عندنا مباراه يوم السبت اللي خسر صعوبة أكثر، وتنظن عندنا الإمكانيات البشرية باش نقدر نعوضوا هذه النقاط الأولى، لكن المقابل الجنة والمباراة ما غاديش باش المباراة ديال اليوم، اليوم كان أنديبي كان الضغط كان الأمور اللي خرجات على القاعدة تاعها ولحقنا الثمن تاعها، والآن عندنا أمامنا الوقت باش يمكننا نصلحوا بعض الأمور باش نواجهوا المباراة ديال تاجنا باش إن شاء الله نهدوا الجمهور تاعنا في الحمد لله. اللي درنا في الجاية الحمد لله الجوار عاودنا باش نجيبو يطلعو بوان صافي لونتوم ما ربحناش، الحمد لله ليسونسيال اليوم كي ماركينا باسكو الماتش ستيب ما ربحناش، الحمد لله يا ربي ديسيدي باش نديرو بون بوان سي بلوس ديربي عارف ديربي في الكوال، الحمد لله حنا دخلنا ديريكت في سوجي تاع الماتش، كنا حكينا باس وطري والكورة كانت عندنا بزاف، الحمد لله ماركينا دو بيت وهذا اللي خلانا نلعبو اوداز. C'est bien pour le moral et pour le groupe, mais c'est vraiment parce que ce n'était pas nécessaire pour être nonchalant en ce moment. Si tu étais 2-0, c'était toujours bien. Mais je suis content maintenant, tu vois, on a circulé le ballon, on a joué notre jeu, on a créé des occasions. Alors on voit aussi maintenant, c'est le troisième match après le alors tu vois aussi maintenant que les joueurs vont avoir le rythme. Et ça va ça me donne un plaisir de voir que ça a amélioré le jeu. Je pense que tout le monde a fait un bon match. On ne peut pas dire lui ou lui. Je pense que c'est la collectivité aujourd'hui qui a bien joué. Bon, les supporters, j'avais dit aussi aux joueurs, il faut penser, c'est un derby, c'est toujours sensible pour tout le monde, pour les dirigeants, pour les supporters. Et je pense qu'ils ont envoyé le maillot la semaine passée au Le Mans aussi. C'est
c'était très 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 difficile sans supporter, mais quand même on a fait un bon match et je pense que les supporters maintenant sont contents, Inch'Allah. Moi c'est bien perdu, hein. Bien perdu, pour nous on reste encore 11 matchs, mais on le sait que ça va être dur et on va continuer. On a gagné, peut-être c'est bien pour le moral normalement, et on va continuer, on va travailler encore plus dur.